بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، معالي الاستاذ عبد الحكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين، اصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء ومستشار جلالة الملك، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومدير المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بالمملكة المغربية، السيدات والسادة ضيوفنا الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أرحب بالجميع، ويسرني أن أتوجه لكم بالشكر والعرفان على حضوركم معنا ومشاركتكم لنا في أفراحنا في الاحتفال باليوم الوطني 89 الذي يخلد ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، وإنه لمن دواعي سرورنا كذلك أن نحتفل بهذه المناسبة الغالية بين إخواننا وأصدقائنا في المملكة المغربية الشقيقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية أواصر أخوية وثيقة وعلاقات استراتيجية عميقة وروابط تاريخية وطيدة تتميز بمتانة عرى المحبة وعراقة وشائج الأخوة بين القيادتين الحكيمتين للبلدين وبين الشعبين الشقيقين. ولا شك أن استمرار التعاون الوثيق وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات يصب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين ويعزز أدوارهما الطبيعية الرائدة في دعم الأمن والاستقرار. نحن نحتفل بالذكرى الثمانين، ونحن نحتفل بالذكرى 89 لليوم الوطني للمملكة. أغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر مرة أخرى للحضور الكريم الذين شرفونا بمشاركتهم لنا فرحة الاحتفال باليوم الوطني الذي يخلد الذكرى 89 لتوحيد المملكة. كما لا يفوتني أن أعرب عن الشكر والتقدير للأخوة منسوبي السفارة على جهودهم المميزة في ترتيب هذا الحفل. وفي الختام أتشرف بأن أتقدم إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الكريم نيابة عن الجميع وأصالة عن نفسي ومنسوب السفارة بأحر التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة السعيدة، وأن يديم على المملكتين الشقيقتين وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى الأسرة الدولية نعمة الأمن والأمان والاستقرار. تشهد بدورها خلال العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم حركة إصلاحات عميقة بقيادة جلالته على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وقد تمثلت هذه الإصلاحات في العديد من الإنجازات الكبيرة وفي ملامح التطور الملموس الذي شمل مختلف مناحي الحياة وفي القفزات النوعية التي طرأت على شتى مجالات التنمية، ومنها كذلك على سبيل المثال للحصر التطور الكبير في البنية التحتية والتي أصبح المغرب بفضلها يتوفر على شبكة
حديثة من الطرق البرية السريعة تربط بين مختلف البلاد، وكذلك الربط بالسكك الحديدية بين وسط المغرب وشماله بخط القطار السريع TGV أسام البيضاء طنجة، إضافة إلى تحديث وتوسيع المطارات والموانئ حيث يجسد ميناء طنجة المتوسط نموذجا لقمة الإنجاز والطموح، إذ يتجاوز العديد من الموانئ في الدول المجاورة بعد أن أصبح أكبر ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يعتبر أكبر الموانئ في أفريقيا من حيث عدد الراويات التي تمر عبره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.